طيب نبدأ بالهيراركال ستايلز. أول حاجة الكلاينت اند سيرفر اللي احنا عارفينه، هو أكتر حاجة أنت ممكن تلاقيها أصلا في الأركتكتشر ستايلز في النيتورك بيز أبلكيشن. يعني كل ما بيبقى أو الموضوع عبارة عن إيه، الموضوع بكل بساطة بيبقى عندي سيرفر، بيبقى فيه مجموعة من السيرفيسز، بيبقى فيه مجموعة من الخدمات، بيستنى أي ريكوست يجيله. تمام، بيستنى أي ريكوست يجيله من الكلاينتس وكده. الكلاينت بيطلب حاجة معينة، بيطلب سيرفيس ولا حاجة، السيرفر بيخلص السيرفيس ده، بيخلص السيرفيس ده يعني، وبعدين بيرجع له الريسبونس بتاعته، بيقول له مثلا ان انا تمام، انا اللي هو ايه، انا الموضوع تم بالنسبه لي وخلاص، انا خلصت لك الايه السيرفيس دي. تمام، يبقى ما فيهاش اي حاجه. القيود اللي موجوده عليها او البروبرتيز برضو بشكل اصح يعني، هو ان السبريشن اوف كونسيرنز. حد فاكر برضو احنا كنا قلنا الكلمه دهيت في شابتر 2 صح؟ سبريشن اوف كونسيرنز يعني معنى كده ان هو اد كده ايه سمبليسيتي. تمام، يبقى هو كده اد سمبليسيتي. اتمنى اكون كتبتها صح يا عم بقى، حد يفهمني يعني. يبقى هو كده طبعا اد سمبليسيتي لما هو فصل شغل الكلاينت تماما عن شغل السيرفر. تمام، كل حاجه، كل كومبوننت في الاركتكتشر دي عارف شغله ايه بالظبط، الكلاينت عارف هو بيعمل ايه والسيرفر عارف هو بيعمل ايه، وفصل الاثنين عن بعضه. تمام، ده اسمه سيبريشن اوف كونسيرنز. فده هو، انت لو عملت حاجه كويسه هو يعني بشكل كويس، عملت السيبريشن ده هو، فصلت الفانكشناليتي تماما، فانت كده بتعمله سمبليفاي يعني سمبليسيتي يعني. تمام، وبتحسن السكالابيلتي يعني بتخليه اللي هو يقدر يسيرف اكتر من ايه؟ لا هو ممكن، انا قصده بالسكالابيلتي اللي هو لو انت عايز تضيف فانكشن اضافيه في السيرفر. تمام، فدهوت ايه مفيش مشكله، هو بيستوعب اكتر من حاجه انت تقدر تضيفها يعني. تمام، طيب اصل السكالابيلتي فيها نوعين، اللي هو ان السيرفر يستحمل اكتر من او عدد كبير من الريكوست، عدد كبير من الاجهزه، او ان لما يكون قصده على السكالابيلتي جوه السيرفر ذات نفسه، يبقى اللي انت تزود كومبوننتس براحتك. انت عندك مثلا 10 كلاسز، ممكن تضيف كمان 20 ومش هيبقى فيه مشكله. ده ليه؟ علشان انت عملت سيبريشن اوف فانكشناليتي بشكل صحيح، ماشي، اللي هو خليت شغلانه السيرفر لوحده والكلاينت لوحده. طيب layered system او layered client server، كل الفكره يعني ايه layered؟ يعني انت خليت ان كل سيرفيس او كل حاجه قسمتها على انها layer. تمام، حد فاكر التي سي بي اي بي اللي احنا خدناه في النتورك؟ كان كل او كل layer بتعمل ايه، بتقدم providing service لللاير اللي فوقها، يعني كل layer بتقدم خدمه للي فوقها. تمام، وبتستخدم السيرفيس اللي اللاير اللي تحتها. وبالتالي انت كده مثلا يعني في تي سي بي اي بي مثلا، ماشي، الفيزيكال لاير بتقدم خدمات للداتا لينك، الداتا لينك بتعتمد على الفيزيكال وبتقدم خدمات للي فوقها وهكذا. تمام، يبقى هو ده نفس الكونسبت يعني، هو اصلا ده نفس الاركتكتشر. تمام، طيب الكلام ده هو فادني في حاجه؟ اه طبعا فادني بكتير، يعني ان اللايرد سيستم قلل الكوبلنج ما بين اللايرز، يعني ما خلاش ان اللايرز تعتمد على بعضها بشكل كبير. وبالتالي احنا كنا قلنا في شابتر 2 ان دوت هيزود حاجتين، evolvability و reusability، اقدر استخدم لاير اكتر من مره واقدر ازود على الفانكشنز، ماشي. وقال لك ان اللايرد كلاينت سيرفر، يعني ايه فرق ان اللايرد كلاينت سيرفر عن اللايرد سيستم؟ اللي هو كل اللي هو بيعمله اللي هو بيضيف تو كومبوننتس اضافيين عن كلاينت سيرفر، اللي هو البروكسي والجيت واي. تمام، البروكسي عباره عن شيرد سيرفر فور وان اور مور كلاينت كومبوننتس، يعني البروكسي ده هو بيتصرف كانه ايه، بيتصرف كانه سيرفر، ماشي، بياخد ريكويست من الكلاينت وبعدين بيوديهم للسيرفر الحقيقي بقى، ماشي. الجيت واي ابيرز تو بي نورمال سيرفر، يبقى البروكسي انا لو كلاينت استخدمه هو بيكون عارف اللي هو بيستخدم بروكسي. تمام، الجيت واي برضه بياخد الريكوست من الكلاينت وبيوديه للسيرفر، ولكن ما بي الكلاينت ما بيكونش عارف اللي هو بيتعامل مع جيت واي، بيكون فاهم ان هو كده بيتعامل مع السيرفر على طول. يبقى تاني البروكسي والجيت واي ايه الفرق ما بينهم؟ هما اصلا بيعملوا ايه؟ هما الاثنين بياخدوا ريكوست من الكلاينت بيودوه للايه؟ بيودوه للسيرفر، ماشي، كانه عباره عن وسيط ما بينهم يعني. البروكسي انا بكون عارف الكلاينت، يعني بيكون عارف اللي هو بيستخدم بروكسي اللي هو بيستخدم وسيط. اما الجيت واي الكلاينت ما بيكونش عارف انه ان في جيت واي، او ما بيكونش عارف ان في وسيط اصلا، ماشي.
طيب، وقال لك ان في برضه حاجات اضافيه انت ممكن تضيفها زي اللود بالانسنج والسكيورتي تشيكنج والكلام من ده. اللود بالانسنج يعني ايه؟ يعني مثلا انت بتكون عندك بدل ما الضغط كله يكون على اكتر من سيرفر، فانت بتوزع الضغط على يكون في حاجه اسمها كومبوننت اسمه لود بالانسر، بيوزع الريكوست اللي بتجيله لاكتر من سيرفر عشان ما يكونش كل الضغط على سيرفر واحد. ماشي. طيب الديس ادفانتج بتاعت الموضوع ده هو ان هو طبعا احنا كنا عارفين من زمان برضو ان اللاير سيستم بيضيف بطء شويه في البروسيسنج بتاع الداتا، علشان ايه على ما حاجه تعدي من اللاير اللي تحت خالص اللاير اللي فوق، فالموضوع ايه بياخد وقت طبعا. ماشي. فهو هنا بس في مشكله قال لك اللي هو مشكلته الاوفر هيد والليتنسي. طيب كنا وصلنا فين؟ هنا هنا صح؟ اه هنا. الكلاينت ستيتلس سيرفر هو نفسه الكلاينت سيرفر اصلا مشتق منه، ولكن الفرق كله ان هو ان السيرفر ما بيسمحش اللي هو بيحتفظ بالسيشن ستيت، ما بيسمحش ايه؟ يعني ما بيحتفظش بالسيشن ستيت. هو يعني ايه السيشن ستيت؟ يعني لو انا دلوقتي الكلاينت سيرفر العادي اللي هو الستيتفول يعني بيبقى عبارة عن ايه؟ انا دلوقتي ككلاينت بعت ريكوست للسيرفر، تمام، بعت له ريكوست دلوقتي ماشي، بعدها بدقيقتين بالظبط بعت له ريكوست تاني. لو كان السيرفر ده ستيتفول هيعرف ان الريكوست ده جاي مني. ليه؟ عشان هو احتفظ بشويه داتا، احتفظ بشويه داتا بتقول له ان ده انا، تمام، يبقى احتفظ بشويه داتا بتقول له انا، فده كده ستيتفول. اما اللي ستيتلس لا، ده ما احتفظش باي داتا، تمام، الريكوست اللي بيجي كانه جاي لاول مره يشوفه في حياته. ماشي. ما بيعملش ايه؟ ما بيحتفظش بيه السيشن بتاعت الكلاينت، يعني ما بيكونش عارف ان هو ده الكلاينت اللي بعت له من دقيقتين. ماشي. يعني لو في ستيتلس ودلوقتي كلاينت عمل ريكوست، بعدها ب 10 دقايق عمل ريكوست، مش هيعرف ان هو ده نفس الايه نفس الكلاينت. لا، بيعمل كل طلب كانه لوحده، هو ما بيحتفظش باي ايه باي داتا عنه. ماشي. ده اللي هو الستيتلس اللي بده هو كلاينت ستيتلس سيرفر. قال لك ان ده زود ايه ال constraint improve the properties، او يعني ده حاجات دي الستيتلس حسنت الايه، حسنت الفيزيبيليتي، تمام، وحسنت الريلايبيليتي علشان ما عادش فيه او بقى اسهل اللي انت تطلع من بارشل فيلير. يعني لو حصل فيه مثلا مشكله في السيرفر، انا مش محتاج اقعد افتكر الستيت بتاعت كل ريكوست كانت ايه، ده الموضوع هيبقى صعب جدا. لا، امال ايه؟ لا، ده انا كده كده اصلا ما بحتفظش بالستيت. لا، على ايه بقى، صح ولا لا؟ وبالتالي كده الريلايبيليتي بقت احسن، يعني reliability، مش عارف مالي النهارده. المهم ده الريلابيلتي. تاني حاجه، تالت حاجه اللي هي سكالابيلتي. يعني ايه سكالابيلتي؟ اللي هو يقدر بقى طالما هو ما بيحتفظش بالستيت بتاعت كل ريكوست، وبالتالي هو كده بقى عنده قابليه اللي هو يجي له اكتر من ريكوست. ليه؟ ما هو اصلا لما انا كنت بحتفظ بالستيت بتاعت الريكوست، معنى كده ان انا خزنت الايه السيشن ديت في مكان ما، صح ولا لا؟ وبالتالي انا كده استخدمت ستورج موجوده في السيرفر، وبالتالي ده كده كل ده ايه استهلاك الريسورسز بتاعت الايه السيرفر، استهلاك للموارد بتاعت السيرفر. اما انا لما ما احتفظش اصلا بالستيت، معنى كده ان انا ما استخدمتش ريسورسز، معنى كده ان انا استحمل اكتر من ايه، اكتر من طلب كمان، ومفيش اي مشكله ومش هيمانع. ده في الكلاينت ستيتلس سيرفر. الديس ادفانتج بقى اللي هو ممكن يقلل النتورك بيرفورمانس، علشان هو كده بيزود الريبيتيتف داتا، علشان انا كده كل مره هحتاج اروح للسيرفر، نفترض ان انا مثلا ككلاينت رايح للسيرفر، كل مره هضطر اقول له ايوه سيرفر انا اسمي اياد، المره اللي بعدها ايوه انا برضو اسمي اياد، ايوه، فده كله ايه، ده بيقلل شويه النتورك بيرفورمانس. ماشي. طيب يبقى ده كلاينت ستيتلس سيرفر. كلاينت كاش ستيتلس سيرفر هو نفسه اللي فات، امال عملنا ايه؟ زودنا كاش بس كده. زودنا الكاش بقى كانه وسيط ما بين كلاينت والسيرفر، لما كلاينت بيطلب حاجات كتير كذا مره، هو بالتالي ده هو بيخزنها في الكاش وبيديها له لما هو بيجي بايه بيحتاجها. طبعا الادفانتج بتاعته اكيد اللي هو هيحسن البرفورمانس وهيحسن الافشنسي وهيقلل شويه انتر اكشنز ما بين الاثنين. ماشي. يبقى هو نفسه الكلاينت ستيت للسيرفر، بس زودنا الايه، زودنا الكاش. طيب اللايرد كلاينت كاش ستيت للسيرفر، زودنا الايه، زودنا اللي خليناه لايرد، تمام، خلينا اللي هو عباره عن هيراركي بس، وهو نفس الحاجه نفس كل حاجه. الادفانتج والديس ادفانتج قال لك اللي هو جمع ما بين الاثنين، جمع ما بين عيوب الستيت للسيرفر وجمع ما بين عيوب اللايرد، وايه الاثنين مع بعض، محدش عارف بقى هم عملوه ليه. بس هو طبعا اكيد له استخدامه، يعني كل حاجه موجوده هنا طالما هي موجوده فهي اكيد ليها استخدامها، واكيد اللي هي بتنفع في اوقات معينه، تمام، على حسب طبعا ايه بقى، على حسب الريكويرمنتس بتاعت السيستم. طيب سادس حاجه اللي هي الريموت سيشن،
تقدر تعتبرها برضو مشتقة من الكلاينت سيرفر، بتحاول تقلل الكومبلكسيتي بتاعت الكلاينت سيرفر شوية، وبتكتر اكتر الريوز، يعني ماكسمايز الريوز، خلينا نشوف ازاي. ولكن هي بتعمل ريوز للكلاينت كومبوننتس بدل السيرفر كومبوننتس. او يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بدل ما كانت بتستخدم المكونات بتاعت السيرفر، بدأت تستخدم المكونات بتاعت مين؟ بتاعت الكلاينت. طب خلينا نشوف ازاي. الكلاينت اول حاجة بيعمل سيشن مع السيرفر بشوية سيرفيسز، وبعدين بيخلص السيشن. ابلكيشن ستيت is kept entirely on the server. يعني في الاخر الابلكيشن ستيت اللي هو واقف مثلا لغايه عنده، اللي هو ايه، سيف مثلا بياناته، تمام، والبيانات دهيت بعد ما هو خلصها يعني اتسيفت على الايه، على السيرفر، تمام. يبقى هو تاني هو عمل ايه؟ احتفظ بالسيشن بتاعه الكلاينت، احتفظ بيها فين؟ entirely on the server، احتفظ بيها على تماما على السيرفر، تمام. ما استخدمش او ما ركزش على الايه، يعني ما احتفظش الستيت بتاعت الابلكيشن، ما احتفظش بيها عند الكلاينت، لا، امال احتفظ بيها فين؟ عند الايه، عند السيرفر، يبقى ده الريموت سيشن. ادفانتج بتاعته اللي هو easier to centrally maintain the interface at the server reducing concern about inconsistency. يعني هو ده كده بيقلل اي عدم تناسق ممكن يحصل، تمام. يعني هو كده، مش انت كده كده اصلا الستيت، يعني الستيت ده يعني ايه يا جماعه؟ يعني كانك انت بتلعب لعبه، تمام، ووصلت الليفل 10 مثلا، ماشي. الليفل 10 ده هو بيتسجل عند ايه؟ بيتسجل في السيرفر، وبالتالي انت جيت تلعب تاني بتبدا من اول ايه؟ بتكمل من ليفل 10، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان الستيت محتفظ يعني او سيفد موجود فين؟ في السيرفر. وبالتالي كده هيمنع جدا اي انكونسستنسي، بدل مثلا ما انت كنت عاملها على جهازك، جهازك حصل له مشكله ولا حاجه فانت بدات من ليفل واحد تاني، لا، انت كده كده اصلا الحاجه موجوده على الايه؟ على السيرفر، والستيت بتاعتك محتفظه فين؟ عند السيرفر. وبرضه بيحسن الافيشنسي. ديس ادفانتج اللي كده طبعا، يعني انت كده انا بتكلمك ان ايه، كل الستيت محتفظه او كل الستيت موجوده فين؟ عند السيرفر. طيب ما هو ده زي ما انا كنت قلت من شويه، طب ما هو كده استهلك شويه موارد من الايه، من السيرفر، شويه ريسورسز، وبالتالي السيرفر كده مش هيقدر يستحمل عدد كبير من الايه، عدد كبير من الكلاينتس يعني. وطبعا قلل برضو الفيزابيليتي شويه، علشان الحاجه ما عادتش عندك انت، ده بقت موجوده كلها عند السيرفر، فانا ما اقدرش، طالما طبعا موجود في السيرفر فهو مش على جهازي. الحاجات دي كل الانتر اكشن نتورك انتر اكشنز بتحصل فين؟ بتحصل دلوقتي عند السيرفر، مش بتحصل عندنا، وبالتالي قلل الفيزابيليتي. ليه؟ عشان انا ما عدتش اقدر اشوفها، تمام، عشان كلها موجوده على السيرفر. 7 ريموت داتا اكسس. ريموت داتا اكسس ستايل از ا فاريانت اوف كلاينت سيرفر، برضو مشتق من كلاينت سيرفر، بس هنا بقى هو عدل شوية على اللي فات، بدل ما ده كان كله بيحتفظ بيها عند السيرفر، ده بدأ يحتفظ بإيه؟ بدأ يوزعها شوية عند الكلاينت وشوية عند الإيه؟ السيرفر، مش كله عند السيرفر ومش كله عند الكلاينت، حاجة كده إيه، توزيعة ما بين إيه؟ الاتنين، تمام؟ بيشتغل إزاي؟ مثلا الكلاينت بيعمل كويري للداتابيز مثلا على اس كيو ال تو ريموت سيرفر، السيرفر بيبدأ يجهز له ورشة العمل، بيبدأ ينفذ الكويري، يعمل عليها شوية عمليات، وبعدين يرجع له الإيه؟ الناتج. يبقى دقيقة واحدة بقى، السؤال هنا هو دلوقتي شوية عمليات أو شوية بروسيسز تمت على السيرفر، وبعدين بعد ما خلص رجعها له للإيه، للكلاينت، والبتاع بقى متخزن عند الكلاينت. يبقى زي ما احنا قلنا من شوية، هو وزع الحاجة ما بين الاتنين، مش كله بقى عند السيرفر ومش كله بقى عند الكلاينت، لا، بقى وزع. خلصت بعت مثلا كويري، بدور على حاجة مثلا معينة، بدور مثلا عن موظف معين، بعت كويري للسيرفر، السيرفر قاعد يعمل الكويري ده هي بالاوامر اللي انا قلتها له، وبعدين رجع لي الايه، الريزلت. طيب الادفانتج اوف ريموت داتا اكسس، لارج داتا سيت كان بي ريديوسد اون ذا سيرفر سايد ذات ترانسميتنج اكروس ذا نتورك. يعني هو بيقول لك دلوقتي ايه الفايده من ده ايه، بدل ما انت مثلا تخيل انت دلوقتي بتدور على موظف 100,000 موظف، حلو، بدل ما انت تجيب كل الداتا بتاعت ال 100,000 موظف من السيرفر على جهازك تنزلها مثلا، قول ده هتوصل لها اكتر من 30 جيجا، وبعدين تجيب منها الامبلوي دهوت، بدل ما انت تعمل كده، لا، ده انت هتبعت بس الكويري للسيرفر، هو اللي هيدور من غير ما انت تنزل حاجه اصلا، وهيجيب لك بس، هيرجع لك الايه؟ هيرجع لك الناتج. يبقى ده كده احسن بكتير جدا، يبقى هو كده حسن الايه؟ النتورك افشنسي.
الفيزابيلتي از امبروفد برضو، يعني الفيزابيلتي بقت افضل عشان انت الحاجه زي ما احنا قلنا انت بتبقى شايف جزء من الطلب صح ولا لا، بيبقى جزء من الطلب عند الكلاينت وبالتالي انت بتبقى شايف الحاجه قدامك يعني. طيب this advantage ان الكلاينت needs to understand the same database manipulation concepts، يعني هو دلوقتي لازم يكون عارف، كلاينت لازم يكون عارف تركيبه الداتا الداتابيز اللي موجوده عند السيرفر عشان يقدر يتعامل معاها. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي مثلا عايز تدور على اسم الموظف، اعرف منين ان الداتابيز اللي عند السيرفر الكولوم اللي فيها العمود اللي فيها اسمه نيم ولا اسمه مثلا اي دي اسمه حاجه تانية؟ يبقى انا لازم اعرف الاستراكشر بتاع الداتابيز عشان اعرف ادور، اعرف اعمل الكويري. تمام، اي طبعا سيرفر هيكون موضح اصلا الكويري ده، بس دي برضو هو اعتبرها ديس ادفانتج يعني. ولكن في برضو مشاكل في الريلابيلتي، الريلابيلتي ايه يا جماعه انا كل شويه بنطقها غلط، اللي هي ممكن يحصل يعني بارشال فيلير وفي الاخر الكويري اللي انت بعتها اصلا ما ترجعلكش خالص، وبالتالي اكيد هيبقى في مشكله. طيب اخر حاجه بقى اللي هي الموبايل كود ستايلز، دي هتبقى في الفيديو الجاي ان شاء الله.